هلا حبايبي، مثل ما شفتوا من برا انا في الاي اند اتش. حبيت اخبركم انه هم في عندهم فروع في مسقط، وفي عندهم اتوقع 4 فروع في سحار، في عندهم فرع في عمان مول جديد اللي بوشر، وفي عندهم فرع اللي انا موجوده فيه الحين اللي هو في العريمي بوليفار. وهلا بوريكم كل العروض اللي معاهم. اوكي، بالنسبه للعروض اللي عاملينها مبينه كثير قدامكم. اول ما بتفوتوا على المكان في عندك عرض تشتري ب10 ريال بتحصل على 5 ريالات، وفي عندكم عرض تشتري ب50 بتحصل على 25. اوكي، بعد عرفت انه في عندهم تسهيلات كثير هون، عندهم نظام التقسيط اذا اشتريت مبالغ كبيره، في عندهم اشياء كثير. صراحه المكان كثير واسع ما شاء الله، بجنن. فبحاول غطي لكم كل المكان لحتى تاخذوا فكره وتستفيدوا ان شاء الله. قسم الاكسسوارات بعد نفس الشيء، عاملين نفس العرض. قسم ألعاب الأطفال نفس الشيء، عاملين تشتري ب10 بتاخد 5. وبعد نفس الشيء هذا القسم، بعد تشتري ب10 بتاخد 5 نفس الشيء. في بعد هنيك أشوف أكسسوارات السيارات بعد نفس العرض عاملين عليه. يجي قسم العطور بعد عليه نفس العرض، على 10 ريال بتاخد 5 كوبونة. هنيك العناية بالشعر والجسم، وهدول العطور الأوريجينال اللي هم ما فايتين في العرض. هو انا استغربت لما قالوا لي ما فايتين في العرض، لانه بشوفهم كثير بيدلعوا زباينهم، فقالوا لي انه في هات يعني في خصومات بعد على العطور الاوريجينال. ما ينسوا التفاصيل ابدا. الميك اب نفس الشيء، نفس العرض، البضاعه اماراتيه وتركيه. اوكي، وبالنسبه لانه هذا القسم حاليا بيخصني كثير، يعني بعد كم يوم مسافره، فشوفوا حبيت اوريكم الشناطي. في الهارد، في سوفت. اوكي، شوفوا الشناطي محلاهم. داخلين بعد بالعرضة، تشتري ب10 بتاخد ب5. في تبع المناسبات اللي هم السواري احنا بنقلهم هيك. وفي العاديين تبع طلعة يعني عادية. لسه بعد في اماكن هنيك في الزوايا ما صورتها. اوكي، وبختم معاكم بالالكترونيات. هذا القسم الجميل اللي كل النساء تحبه، ما شاء الله فيه كل شيء، من عجانات، من تلفزيون، ميكروويف، برادات، غسالات. ما عاملين عليه نفس العرض السابق، بس عاملين فيه عروض خاصة بتحصلها على بعض الايتمز، تكون موجودة معلقة هيك. هذا عرض. قسم الغسالات، ميكروويف، برادات،